الحكومة تشدد الرقابة على استيراد الكتب الدينية شروط وإجراءات جديدة تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية تحدد كيفية الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني الذي وجب أن يخضع لموافقة الوزير المكلف بالشؤون الدينية المرجعية والوحدة الدينية للمجتمع الحقوق والحريات الأساسية خط أحمر تمنع على مضامين الكتب الدينية المساس بها حسب ما جاء في الجريدة الرسمية وعليه تنشأ لدى وزارة الشؤون الدينية لجنة تحدد تشكيلتها بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير الثقافة ووزير الداخلية والجماعات المحلية حيث تكلف بدراسة طلبات الترخيص المسبق عن طريق الاطلاع على مضامين الكتب المراد استيرادها وفحصها التاكد من خلو الكتب الدينيه المراد استيرادها من العبارات او الفقرات المخالفه للشروط المحدده سابقا حيث تمنح مده ثلاثين يوما للجنه من اجل قراءه مضمون الكتاب الديني مع السماح للجنه الاستعانه بخبراء من ذوي الكفاءه في مجال قراءه الكتب الدينيه وهذا من اجل البث في طلب الترخيص بالموافقه او الرفض تتولى لجنة القراءة مهمة سحب الترخيص المسبق من الشخص المستورد إذا ثبت مخالفته لأحكام المرسوم التنفيذي، مع تبليغ قرار السحب إلى المصالح الأمنية المعنية، وكذا الجمارك، على أن تعرض الكتب المستوردة دون ترخيص للتلف، مع تحميل تكاليفها للمخالف.